قال الناطق باسم الهيئة العليا للمعارضة منذر مخوس إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هدد المعارضة بفقدان الدعم إن لم تشارك في جنيف، وصفا التراجع الأمريكي بالمخيف. يأتي هذا في وقت طلب فيه كيري المنسق العام للهيئة العليا رياض حجاب باستبدال كل من رئيس الوفد المفاوض أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش بشخصيات مدنية. نتابع التقرير ونعود للنقاش. على الأسد أن يعي أن أيامه باتت معدودة، كلمات نام عليها السوريون وصحوا وهم يسمعونها تردد على أفواه المسؤولين الأمريكيين من أصغرهم إلى أكبرهم، لكن اليوم ربما عليهم أن يترحموا عليها بعد أن قرر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري البوح بما كان يتداول تحت الطاولة وإنهاء لعبة العصا والجزر مع المعارضة السورية، ليقلب من دور الصديق إلى دور المهدد بوقف الدعم إن أصرت المعارضة السورية على مواقفها من جنيف بشكل مباشر ودون مواربة. هذه المرة قال كيري للمعارضة: لا حديث عن رحيل بشار الأسد ولا عن هيئة حكم انتقالية، أما سقفكم فهو حكومة وحدة وطنية، أي سيكون الذهاب إلى جنيف ضمن هذه الشروط، وإلا سيكون فقدان الحلفاء والأصدقاء هو المصير المنتظر. موقف أمريكي وصفته المعارضة بأنه تراجع مخيف، ففرض الشروط على هذا النحو يعني أن محادثات جنيف باتت بحكم المنتهية قبل أن تبدأ. فكيري لم يكتفي بالضغط على المعارضة لإلغاء الثوابت المتفق عليها سابقا، بل اتجه خلال لقائه بالمنسق العام للهيئة رياض حجاب إلى تأكيد رفض واشنطن للأسماء التي طرحتها المعارضة وعلى رأسها رئيس الوفد المفاوض أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش، مطالبا استبدالهم بشخصيات مدنية. الموقف الأمريكي لم يعد جائزا وصفه بالمتذبذب بعد الآن، بل أصبحت هذه المباشرة خير دليل على التسليم للروس، وأصبح سقف التوقعات أخفض ما يكون عندما يتم التخلي علانية عن مبادئ جنيف واحد وفرض إملاءات على المعارضة بهذه الطريقة قبل انعقاد جنيف ثلاثة. يكشف أن قضية لعب الروس بأسماء المفاوضين وفرض أجندة الحل على هواها لم تعد هي العراقيل الوحيدة في وجه الحل السياسي، بل هو خبث المجتمع الدولي وتواطؤه في إدارة هذه القضية على مدار سنواتها الخمس، ووضوح الصورة اليوم أن أصدقاء الشعب السوري هم أصدقاء افتراضيون لا أكثر. وأرحب بضيوفي لهذا المحور: أحمد كامل كاتب صحفي من إسطنبول، دكتور وسام الدين العكلة أستاذ قانون دولي من غازي عنتاب، ومحمد عويس كاتب ومحلل سياسي من واشنطن. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أحمد، يعني هل ترى ما جرى هو تراجع حقيقي بالموقف الأمريكي أم هو تبني أمريكي للموقف الروسي؟ هو تراجع باتجاه روسيا وباتجاه إيران. فكرة حكومة الوحدة الوطنية هي فكرة إيرانية أسوأ حتى من الأفكار الروسية. فكرة الوحدة الوطنية، حكومة الوحدة الوطنية يعني التعديل الوزاري، أن يكون هدف كل هذه المفاوضات هو تعديل وزاري، أن يدخل أربع أو خمس معارضين إلى حكومة النظام وكفى الله المؤمنين شر القتال وانتهى الأمر. هذه يعني هذا أكثر من تراجع عن جنيف، تراجع عن فيينا، وتراجع حتى خرق لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 اللي وقعه الأمريكان قبل أسابيع. ما يريد كيري هو عدم الحديث عن مصير بشار الأسد، عدم الحديث عن حكومة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وهي أساس جنيف وأساس فيينا وأساس كل الموضوع، وإنما فقط الحديث عن تعديل وزاري أو حكومة وحدة وطنية، وأيضا وبشكل خطير جدا يقول بأن ديمستورا هو من يستطيع أن يعدل ويفعل ما يشاء في الوفد السوري، وهذا طبعا إلغاء كليا للسيادة السورية. هذه إهانة للشعب السوري يجب أن يرد عليها، يجب أن يرد عليها وبقدرها. هل سوريا باتت تحت وصاية ديمستورا؟ هذا غير مقبول. وأيضا حتى بعض فقرات، بعض مواد من قانون، من القرار 2254 قرار مجلس الأمن الدولي يريد الأمريكان تجاوزها، الإجراءات التمهيدية التي نص عليها
قرار مجلس الأمن الدولي الذي صنعه الأمريكان يريدون أن تترك إلى ما بعد، يعني أن يستمر القصف أحمد. وأن يستمر التجويع حتى الموت وأن يستمر كل شيء. دكتور وسام، يعني دكتور وسام أنت خبير بمجال التفاوض، كيف توصف موقف المعارضة بعد الإملاءات الأمريكية؟ نعم، تحية لك ولجميع ضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناة أورينت. طبعا الحقيقة الهيئة العليا للتفاوض اليوم في موقف محرج جدا. اليوم الموقف الأمريكي تحول إلى أعطى دفة القيادة للروس، سواء على من الناحية السياسية أو حتى من الناحية العسكرية. اليوم هناك تنسيق واضح وصريح بين الأمريكان وبين القوات الروسية على الأرض، خاصة في منطقة الجزيرة السورية. أيضا على المستوى السياسي، اليوم بالأمس كانت زيارة جون كيري إلى المملكة العربية السعودية. للأسف هو كان عبارة عن مبعوث لوزارة الخارجية الروسية لإيصال رسالة تهديد للهيئة العليا للتفاوض، مفادها أنه يجب أن تعدلوا الوفد، وفدكم يجب أن تضيفوا أسماء جديدة، وإلا سندخل وفد آخر، وفد ثالث في هذه المفاوضات، وهو الوفد الذي تتبناه موسكو بشكل كامل، وعلى رأسهم هيثم مناع وقدري جميل. اليوم يتوجب على الهيئة العليا للتفاوض أن تحدد وأن تعلن موقفها أمام الشعب السوري وبشكل واضح وصريح. إذا كانت هذه المفاوضات ستؤدي إلى استسلام بشكل كامل وإذعان أمام النظام، فيجب أن توضح الهيئة موقفها وبشكل كامل وترفض الذهاب إلى هذا المؤتمر. نحن ندرك اليوم أن القوى العظمى وخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حل المسألة السورية، تريد إدارتها فقط، إدارتها من خلال التفاوض ربما، ومن خلال جولات عديدة ستكون هنا للتفاوض، لتشكيل كما أكد الأستاذ أحمد كامل تشكيل عبارة عن حكومة وحدة وطنية يتم تطعيمها من خلال بعض الشخصيات المعارضة، وانتهى الأمر وكأن لم يحدث شيئا طيلة الخمس سنوات الماضية من قتل وتهجير وتدمير سوريا. طبعا مصير بشار الأسد نهائيا غير مطروح ضمن هذه المفاوضات، وهذا وأكبر دليل على ذلك هو مستوى التمثيل النظام، حيث أسند رئاسة الوفد إلى بشار الجعفري وهو مجرد سفير، وهذا يدل على أن النظام لا يعول كثيرا على هذه المفاوضات، وربما سيستخدمها فقط للعب على موضوع الوقت واستثمار الوقت بشكل أكبر. ونرى نحن التطورات على أرض الميدان أو على أرض الواقع تؤكد أن النظام يحاول أن يستثمر قدر الإمكان الوقت لتحقيق المزيد من المكاسب قبل انتقال إلى هذه المفاوضات. سيد محمد عويس، الإدارة الأمريكية الحالية استمرت بسياسة التراجع أمام كل خصوم الدوليين، كيف تفسر هذا التراجع؟ أولا، التراجع الأمريكي لم يبدأ هذه السنة أو السنة الماضية، بل بدأ بعد أن رسم الرئيس أوباما الخط الأحمر لاستعمال الأسلحة الكيماوية والأسلحة الفتاكة ضد الشعب السوري. وبعد أن استعملها النظام سمعنا جعجعة بدون طحين، وهرب أوباما من وطيس المعركة ولم يقوم بأي شيء. يعني هم سلم النظام السوري، سلم بعض الأسلحة الكيماوية، ولكن لم يسلم، لأن الأسلحة الكيماوية بإمكانه أن يعيد تصنيعها بسرعة من أمور حتى موجودة داخل المنازل، بإمكانه أن يخلط بعض الكيماويات ويكون سلاح كيماوي. فلذلك هذا النظام مجرم، وتخلت أمريكا عن الشعب السوري منذ ذلك الوقت. والذي حصل الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الويلات المتحدة الأمريكية تقوم بإدارة الاحتلال الروسي وليس بإدارة الأزمة السورية، وهم غير معنيون الآن بحل هذه الأزمة، لأنهم يرون أنها أزمة ممكن أن تورطهم في المنطقة، فلذلك أعطوها مقاولة من الباطن للروس ونأوا بأنفسهم بعد أن أمنوا أن تكون العلاقة بين الروس وبين الإسرائيليين قوية، وأن إسرائيل ستكون الرابح الأكبر، وأن إيران ستكون الرابح، لأنهم كانوا بحاجة للنظام الإيراني لتوقيع اتفاق النووي 5+1. ف
فلذلك أمريكا غير موجودة، ومن يعول على أمريكا كما يقول المثل الذي يجرب المجرب عقله مخرب، وأنا برأيي أي تعويل على أي شيء من أمريكا أو يسمونه بأصدقاء الشعب السوري لن يحصلوا على شيء، بل الذي يحدث الآن هو كما حدث للفلسطينيين بعد اتفاق أوسلو، وهو إدارة الاحتلال. سأعود إليك سيد محمد. محمود عباس يدير الاحتلال كما يريدون، واحد زي محمود عباس ليدير الاحتلال الأسدي الروسي للأراضي السورية. سيد أحمد كامل، لماذا ما زالت المعارضة السورية تراهن على الموقف الأمريكي؟ هل هي سذاجة من المعارضة بالاعتماد على من خذل السوريين لخمس سنوات؟ نحن نعتمد على شعبنا، وأنا اليوم أبدا ماني حزين ولا خايف. إذا تغير الموقف الأمريكي فما في مشكلة أبدا. من اليوم الأول الشعب السوري قال يا الله ملنا غيرك يا الله، وحلفاء الشعب السوري الحقيقيين الصامدين لم يغيروا موقفهم. السعودية لم تغير موقفها، ولا قطر وعموما دول الخليج العربي، ولا تركيا، ولا فرنسا. فرنسا بعد الهجمات التي تعرضت لها تغير موقفها قليلا، ولكنها في الأيام الأخيرة عادت كما كانت حليفة للشعب، قوية للشعب السوري. فإذا نحن نعتمد واحد على الله، اثنين على الشعب السوري، ثلاثة على مجموعة صغيرة من الأصدقاء ليس من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، ليست من بين المجموعة الصغيرة التي تدعمنا. فإذا ماذا سنفعل؟ سوف نواصل مقاومة هذا النظام بكل الوسائل، هو وحلفاؤه بكل الوسائل. هل سوف نقبل العودة إلى حكم آل الأسد؟ لا، لن نقبل العودة إلى حكم آل الأسد، ولو قبلت أمريكا، ولو قبل العالم كله، حتى لو خسرنا الأربع أصدقاء الباقين لن نغير موقفنا أبدا. نعم. أبدا أبدا. ونحن واحد، اعتمدنا على الله واحد، اثنين على شعبنا، ثلاثة على مجموعة الأصدقاء التي لا تضم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الموقف الأمريكي متذبذب، ما زال متذبذبا. البارحة قال نائب الرئيس الأمريكي كلاما مخالفا، وقبل ثلاث أيام المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال كلاما مختلفا. وعلى فكرة كيري طلب اجتماع آخر مع السيد رياض حجاب الذي يقوم بعمل جيد حتى الآن، وعلى الهيئة العامة تقوم بعمل جيد حتى الآن. نعم. طلب منهم اجتماع آخر وربما يقول كلام آخر. هذه هي السياسة الأمريكية، صبح شيء والظهر شيء والمساء شيء. نعم. أنتقل للدكتور وسام، يعني ما هو الرد الأفضل للمعارضة؟ هل ستذهب إلى جنيف؟ طبعا هناك لا شك أن هناك ضغوط كبيرة من قبل روسيا ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لتغيير الوفد الذي اختارته الهيئة العليا للتفاوض، وربما إدخال وفد آخر. لكن إذا كانت الصيغة تتضمن ربما إدخال شخص أو شخصين إلى هذا الوفد، فأنا أعتقد لا ضير في هذا الأمر. ولكن إذا كان هناك طلب بتغيير كامل لسواء رئاسة الوفد والأعضاء الأساسيين في هذا الوفد واستبعادهم عنه، فأنا أقترح أو ربما أطلب من الهيئة العليا للتفاوض أن تتخذ موقف جدي من الذهاب إلى جنيف، وهذا الموقف لا بد أن ينسجم مع مبادئ الشعب السوري، مع مبادئ الثورة السورية. نعم. وهو عدم الذهاب والخنوع وتقديم أنفسهم على مذبح النظام لتحقيق أهدافه وغاياته، وهو ومن خلفه الاحتلال الروسي أو الإيراني أو حتى الأمريكان. الولايات المتحدة الأمريكية للأسف لم يكن موقفها متذبذبا يوما من الأيام، الأمريكان موقفهم واضح، على الإعلام يتحدثون شيء وعلى في الباطن وعلى أرض الواقع يتحدثون شيئا آخر. هم في الأعلام يقولون أن على بشار الأسد التنحي وعليه. نعم. وفقد شرعيته إلى ما هنالك من هذا الكلام، ولكن على أرض الواقع هم يدعمونه على المستوى الأمني، ووفود الاستخباراتية أو وفود CIA لم تنقطع بين دمشق وبين واشنطن، وهناك تنسيق فيما يتعلق بملف الإرهاب وغيرها من هذه الأمور، هناك تنسيق واضح على أرض الواقع. ولكن في الإعلام يقولون أنه نحن بشار الأسد فقد شرعيته، وبشار الأسد اليوم
اليوم فقط هناك تحول في هذه التصريحات، تحولوا إلى الموقف الروسي بشكل كامل لدعم الموقف الروسي سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى العسكري وعلى المستوى الميداني على أرض الواقع. نعم سيد محمد عويس، يعني باطلاعك على الموقف الأمريكي، لماذا هذا التغيير حتى ولو كلاميا من أمريكا؟ هل تعتقد أن أمريكا تريد تخريب جنيف ثلاثة بضغط على المعارضة لكي تتخلى عن صقورها؟ لا أبدا، الولايات المتحدة الأمريكية أولا دعيني أدخل الانتخابات الأمريكية، نحن في سنة انتخابية وتتعطل الإدارة الأمريكية على مدى هذه السنة. هم في العادة يقولون أن بعد الانتخابات بشهر نوفمبر 2016 تصبح الحكومة بطة عرجاء، أنا توقعت ذلك أو أقول أن حكومة الرئيس أوباما وزارة الخارجية والدفاع جميعهم أصبحوا مشلولين منذ فترة طويلة منذ توليه الحكم، لأنه لا يريد التدخل في أي مكان من العالم. ونحن لاحظنا أن هناك عدة أمور تراجعت أمريكا فيها، ليس فقط في سوريا، في أفغانستان، في العراق، سلموها كاملة 100% للنظام الإيراني، ويتناسون ما تقوم به عصابات حزبالة إيران التي تأتي من لبنان. حسن نصر الله يرسل المجرمين ويقتلون ويسبون ويفعلون ما يشاءون، ولا تتحدث أمريكا عنهم، بل يتحدثون عن، يقولون، الإرهاب السني والإرهاب الداعشي وغير ذلك. ولكن أمريكا غابت وأمريكا ستبقى غائبة حتى تقريبا نهاية سنة 2017، لأن الانتخابات بشهر نوفمبر 2016، يجلس الرئيس في الحكم في شهر يناير كانون الثاني من 2017، وهو بحاجة إلى سنة ليستطيع أن يحدد ما يريد. فلذلك من يعول على أمريكا سيكون خاسرا، وفي هذا الوقت سنتان ستكون روسيا قد حققت ما تريد، وهو بناء القواعد العسكرية البحرية والجوية. وهناك بدأت يعني منذ شهرين بتواجد جنود روسيون على الأرض، وكذلك هناك جنود إيرانيون، يعني كل يوم نسمع عن مقتل جنرال إيراني في سوريا. هذا لا يأتي هنا للحج أو لزيارة السيدة زينب، هؤلاء مجرمون يأتون إلى سوريا بغطاء روسي أمريكي. وبعض حتى الدول العربية، يعني أختلف مع السيد أحمد ولكن له حقه كذلك بالاختلاف معي، وأنا أريد أن أضيف كذلك هناك حكومتان أخريتان من العالم العربي، وأعلم عن طريق الأمريكان من هنا من واشنطن من الخارجية الأمريكية أن هناك تنسيق بين أمريكا وحكومة الباجي قائد السبسي في تونس، وفتحوا السفارة بأمر أمريكي. وهناك الجزائر كذلك الذي يدعم بشار الأسد بطريقة غير مباشرة ولكن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية عدوة وليس صديقة، ويجب التعامل معها بهذه الطريقة. سيد أحمد، يعني كيف سيكون رد الهيئة العليا للمفاوضات على هذا التدخل الأمريكي؟ أتمنى أن يكون ردا قويا، أن نقول لن نذهب إلى المفاوضات، وإذا لم تذهب المعارضة الحقيقية إلى المفاوضات تصبح المفاوضات معدومة. الأمريكي بحاجة للمفاوضات ليضيع الوقت، ولكن نستطيع أن نحرمه من استخدام دماء السوريين لتضيع الوقت. نستطيع إذا رفضت الهيئة العليا للمفاوضات الذهاب إلى المفاوضات فلن تبدأ المفاوضات. العالم سوف يضحك ملء شدقيه إذا جرت المفاوضات في جنيف ما بين النظام وما بين جماعة موسكو. على فكرة وفد المعارضة فيه 4 من جماعة موسكو، يعني المعارضة الهيئة العليا للمفاوضات كانت مرنة إلى أقصى درجة. دخلوا جماعة موسكو ودخلوا جماعة القاهرة، 4 من 17 هن من جماعة موسكو، ولكن موسكو تريد استسلاما كاملا ونهائيا من الشعب السوري، تقريبا تريد منه الاعتذار عن ما فعله والعودة إلى عصر العبودية، عصر حافظ الأسد. وهذا مطلب لن يتحقق، لن يحصل أبدا. وإذا كان الهيئة العليا للمفاوضات وافقت وراحت على المفاوضات من هذا النوع بهذا السقف بهذه النوعية، فلن يتوقف عن إطلاق النار ولا جندي واحد من المقاتلين السوريين، ولن يحل السلام في سوريا، وستبقى سوريا بل ستزيد. وهذا أعرف بأن
رياض حجاب، السيد رياض حجاب قاله لكيري: إذا فرضتم حلا ظالما إلى هذه الدرجة فسوف يستمر الإرهاب في سوريا وسوف يفيض عن سوريا، سوف يفيض عنها إلى المنطقة والعالم. إذا كان العالم يريد فعلا سلاما في سوريا وسلاما في المنطقة وقضاء على الإرهاب في العالم، فعليه أن يبحث عن حل عادل. المطروح حاليا هو حل ظالم، هو استسلام كامل، هو خضوع، هو اعتذار للنظام وعودة إلى حكم يشبه حكم حافظ الأسد، وهذا لن يفعله السوريون مهما كلف الأمر، مهما كلف الأمر، مهما كلف الأمر. وصلت الفكرة سيد أحمد كامل، كاتب صحفي من إسطنبول، دكتور وسام الدين العكلة، أستاذ قانون دولي من غازي عنتاب، ومحمد عويس، كاتب ومحلل سياسي من واشنطن. شكرا لكم على هذه المداخلة. فاصل قصير مشاهدينا ونعود.